نتمنوا يجيو لنا ناس مصطفين من لي توريست، ناس برانيين، ما نبقوش غير مع الناس ديال الاجواء ديالنا هنا ديال الدار البيضاء. ونتمنوا لجميع المدن، نتمنوا لهم الخير، نتمنوا هذا الحاضر يتهز، ونتمنوا تزاد علينا ما تبقاش لنا من 5 الصباح حتى العشيه، يتمدد الاجواء ديال الحضر. ونتمنوا لي توريست يدخلوا عندنا ناس مزيانين، ونتمنوا للجميع الخير ان شاء الله. خويا القضيه شويه ناقصه، ما الحمد لله، ولكن شويه قضيه ما كاينش بحال العام اللي فات، كاين الصيف البراني داخل، كاين الرواج، الوقت انت كتشوفها خويا مره شويه ومره، وانت كتشوف من ناحيه الكليان تاهما. والاجواء اخويا الحمد لله وشكروا لله على كل حال، ولكن الخدمه ناقصه حيت ما كاينش الاجانب وما كاين السياح، وهاد الناس لابسين عندهم ما خدامش، وكنحبسوا مع 10:30. وعلى كل حال الحمد لله والشكر لله، والله يبعد علينا هذا الوباء. الاجواء ديال عين الدياب اخويا كتخدم شهير في الصيف في العام، شهير في العام. انا والوالده هنايا راه قديم كتخلص هاد الباركين هي في الدلاله من قديم، مع الراجل ديالها خلاها لها ملي كان البحر كيديروا في القياطن، الشكل ديال القياطن بحال الموسم كان. وملي تحولت الوقت ولات كاي اف سي، ولات الشور كلوب، ولا مورا كوموند، ولات اوبالام ونزاها، تغيرت الاجواء عاوتاني اللهم لك الحمد. تما غادي الامور بخير وعلى خير. واحد شويه ملي حيدوا الباركين يعني بقاو شكون اللي كيبلاصينا كيبلاصوا اللي خدامين في هاد الشركات، يعني حنا رادين معاهم البال، يعني من غيسدوا هادو غسدوا كل شيء. الحركة قومة العيش، الله يجعل البركة، البركة ديال الله، الحمد لله. نهار دي ونهار ما ديش، والحمد لله بإيد الله.